أهلا وسهلا. تفاعلا مع المسيرة الكبيرة التي عرفتها مدينة الرباط يوم الأحد، المسيرة التي تركت صدى واسع على صعيد الوطن العربي وأبانت مرة أخرى عن طينة الأصيلة للمغاربة، فهؤلاء هم المغاربة. دعونا من خوارزميات ومن شغل الدباب الإلكتروني ومن كل ذلك، الأمر يتعلق بمسيرة على أرض الواقع، والواقع هو الفيصل بيننا. لطالما كنا نقول بأن الشعب المغربي هو وفي لقضاياه الأساسية، وفي لقضاياه الوطنية، وفي لقضاياه العربية والإسلامية. فهؤلاء هما المغاربة، ماشي هما شغل حسابات وهمية أو ذباب إلكتروني أو كل هذا وذاك. المغاربة هما اللي نزلوا الشارع، هما اللي تكلفوا عناء السفر وجاو من مدن مختلفة وجسدوا ذلك الشكل التضامني الرهيب الذي لم يكن يتوقعه أي أحد، كما أن عملية طوفان الأقصى لم يكن يتوقع نجاحها أي أحد. إذا نحن أمام تحولات جديدة، نحن أمام منعطف جديد. ومرة أخرى أقول، هؤلاء هما المغاربة، هؤلاء الذين جسدوا أرقى أشكال التضامن العربي وأشكال التضامن الإنساني هما المغاربة. المغاربة هذه هي طبيعتهم، المغاربة هما اللي كيبانوا في الميحان، هما اللي بانوا في الملحمة العظيمة التي جسدوها بعد كارثة زلزال الحوز. المغاربة هما اللي رفعوا الراية الفلسطينية في المونديال، مونديال قطر. المغاربة هما اللي كيرفعوا علم فلسطين ورجاوي فلسطيني وغيرها على مدرجات الملاعب المغربية. إذا دعونا من هذوك أصحاب كلنا إسرائيليون وأيتام اللوبي الصهيوني والدعارة في السفارة. إذا الكل بان والشعب قال الكلمة ديالو ورفضات ولفضات هذيك المسيرة، لفضات كل الأصوات النشاز التي تغرد خارج السرب، والشعب علمهم درسا قاسيا لن ينسوه أبدا، بل أن الأمور أعادت القضية إلى نقطة الصفر وذكرتنا في مسيرات 2000 و2001 التي زمان لم نرى تلك الملحمة الشعبية التي تجسد فيها كل قيم التضامن العربي والإسلامي والإنساني. وبطبيعة الحال هي رسالة موجهة إلى كل أيتام كلنا إسرائيليون واللوبي الصهيوني والدعارة في السفارة وكل من يدافع على الإجرام أينما كان وأينما حل وارتحل. وأيضا وهذا واحد الدرس موجه لذاك السي الفقيه ياسين العمري اللي كان قبل المسيرة قال واحد الكلام، أنا أراه بأنه كلام مسموم وكلام فيه واحد النوع ديال السخرية المضمرة، وكلام فيه عبارات بلا وعي ديالو أنه فضحاته حينما قال أن قضية هامشية ونحن نركز على القضية الهامشية وننسى القضية الأساسية والناس غادي يخرجوا ويديروا التصاور والسيلفيات. غنمشيو غادي نخرجوا وغادي نطرطقوا وراك. اما المشكل ديال التصاور هذا 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 اللي بديت فيه ما غنساليش. ترى ان الامور الهامشيه تاخذ وتستنزف الجهد الذي يجب ان يصب في الامور الحقيقيه وعلى طول الامد. غادي تجي هذه المساله وغيديروا الناس مسيره، شتي يديروا الناس كاع مسيره ويبقاو سخان. ما غنقولش لك اثنين، قال لي اثنين، اثنين غادي قرايتك والاخر يمشي لخدمته الى اخره، شتي يقولوا لك اجي الحد اللي من بعد. وهوجي هوجك الى خرج نفس العدد. ولا داروا لهم الحد الثالث هوجي هوجك الى خرج نفس العدد. بعد اللغة اللي كيتحدث بها لغة مقرفة، واحد اللغة سوقية لا تليق بشخص يدعي بأنه حارس العقيدة ويتحدث باللسان من المفترض أن يلهج بذكر الله وأن يكون رطبا في كل وقت وحين بذكر الله، أن يتحدث بكلام محترم حسابا لتلك العقيدة التي ينطلق منها. لكن هذا السيد دائما يتحدث بكلمات سوقية، غبقت عليه غبق عليا هذيك، ويدخل فيها اللغة الفرنسية باش يبان انه يبان انه قاري وانه في واحد المرتبة علمية باش انه يدوخ السدج. هذا السيد حنا عارفين بان اي حاجة خرجت من صميم الشعب يحاول ان يبخس منها بل ويهاجمها، كما حدث بانه دافع عن اخ النوش وانتقد بل وهاجم الذين يقولون يجب ان ننتقد غلاء الاسعار وكل ذلك. وهذا عن هذه الواقعه التي فضحت، يدعي بانه مبدئيا انه
متضامن، لكن هو من المفروض انه يكون في طليعه المبادرين، ما يدعيش لانه لطالما تحدث على الجهاد وتحدث على الجهاد ضد من ضد المسلمين، ها هي مساله تضامن رمزي، تضامن رمزي. علاش مالك واش خايف؟ بحال هذوك الفقهاء ديال الفيزاز اللي نهار كامل الجزائر. اذا ها هي قضيه باش انكم تحدثوا فيها، اللي كتهم صميم الاسلام والمسلمين، فمن لم يهتم لشؤون المسلمين فليس منهم. هذا الاقصى، هذا بيت المقدس، وبالتالي اين انتم يا ابواق الفتنه التي تحدثون؟ لكن هذا السيد ياسين العمري باللي التخصص ديالو هو الشيخات فهذاك معروف، لكن في ان يدخل انفه في كل ما يعني يوحد المغاربه فهذا امر خطير جدا. واش ما عرفنا السبب، واش انه خايف؟ اذا كان خايف ما كان داعش بان هناك اشياء يمكن ان تقف امامه، لانه قلبه عامر بالله، رغم ان الامر هو بسيط جدا. فملك المغرب هو رئيس لجنه القدس، اذا لا دافع عن القدس شنو غادي يوقع؟ يعني المنطق عند هاد الناس ما مشواش، هاد المنطقه ديال هاد الناس مشلول. فمساله الصور، شنو كيمنع ان الناس يمشيو يلتقطوا الصور وانهم يوثقوا اللحظه؟ بالعكس، ان توثيق هذيك اللحظه، ان احنا في عصر الصوره، في اي واحد مشى وثق هذيك اللحظه وجسد هذيك الفعل النضالي فهذا يحسب له، لان الصوره قلبت العالم، ملحمه طوفان الاقصى عرفنا القيمه ديالها واهم ديالها بالصور. نقولوا لا، المقاومين ما خصهمش يصوروا، ما خصهمش يديروا الفيديوهات، ما خصهمش يديروا، يعني اي منطق عند هذا السيد هو الكاميرا تلاحقه اينما حل وارتحل، غتمشي وغادي دير براد ديالها وتعيط للحاجه. هذا الكلام سوقي، شد القيء اللفظي، شد الكلام المنحط. لذلك حتى لا أضيع الوقت مع هؤلاء، أنا فقط أنبه، لأن الذي يلاحظ والذي يتابع في طبيعة الحال أنه يقف عند منزلقات كثيرة. كان معكم سعيد السعدي، نتمنى أنكم تدعموني على هذه القناة، ونتلاقاو في حلقة جديدة.